بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نسوي كلابتون عادي على بس على الموتور دي سي موتور والبيرينج سيراميك. بنشوف الأداء والسرعة. طبعاً هذا فول سبيد 10,000 RPM. طبعاً أنا حاط إيدي لأن وايد قوي راح يطامر. كان أنا معطيه فول سبيد. شيء فاخر من الآخر. الله يعطيك العافية أبو غزل اللي ضبطنا بهالدريل الطيب.